السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هتكلم كده خاطره سريعه حول الافضل ان الواحد يدرس الطب وهندسه بالعربي ولا بالانجليزي، طيب او بالفرنساوي او بالالماني. يعني في بعض الجامعات بتدرس باللغه دي، في مثلا جامعه فرنساويه فبتدرس بالفرنساوي وهكذا. الاحصائيات بتقول ان الطالب اللي بيدرس بلغته بيزيد سرعته ب 43% وقدرته على الاستيعاب بتزيد 15%. وشفنا كتير جدا بيدرسوا باللغة العربية ومجرد بس ان هو بيتعلم انجليزي بعد ما بيخلص حتى الدراسة، مش اثناء الدراسة، بيبقى قدرته على الاستيعاب وقدرته على التعامل اكتر. لما انت تتعلم حاجة بلغتك فده انت بيبقى عندك قدرة على الابداع، قدرة ان انت تضيف على الحاجة. لذلك بداية النهضة بتاعتنا كانت من خلال الترجمة، فاصبح اللي بيدرس بلغته الاصلية مش بلغة اخرى بيتعب على ما يفهمها حتى مهما كان قدرته على الاستيعاب. طيب ايه كلمة اللغة الام او اللغة الاصلية او كده؟ احنا لغتنا الاصل هي اللغة العربية، اللي هي بتتكلم فيها في البيت، اللي انت بتتكلم فيها في الشارع، اللي انت بتفكر فيها، اللي انت بتشتم بيها. يعني لما تكون متضايق مش شرط تدور على التصريف الرابع في اللغة الفرنسية، لا هتاخد طلاقتك معاها. تمام، بس احنا يعني نتيجة الانحدار العلمي فاحنا مولعين وشايفين ان العلوم لازم تكون باللغة الاجنبية، لان ابن خلدون بيقول في المقدمه بتاعته كده. يعني سبحان الله، المقدمه دي كانت عباره عن مقدمه لكتاب التاريخ. انا عامل كتاب التاريخ وعايز يحط كده مقدمه زي ما احنا بنعمل صفحتين ثلاثه، هو عمله مجلد كامل واسس بيه علم الاجتماع. فهو بيقول في المقدمه بتاعته ان المغلوب مولع وشغوف بالاقتداء بالغالب، لان النفس بتعتقد الكمال في من غلبها. الراجل ده غلبني ليه؟ اكيد هو كامل، اكيد هو ما عندوش نقص، اكيد اللغه بتاعته اقوى. وابن حزم بيقول ان اللغه يسقط اكثرها ويبطل بسكوت اهلها ودخول غيرهم في مساكنهم. فاللغه بتاعتنا باعتراف الامم المتحده هي من افضل 6 لغات. يعني هو لما بيعملوا اي وثيقه لازم تطلع ب6 لغات، منهم اللغه العربيه من اكثر اللغات انتشارا، تقريبا اللغه رقم 3 على مستوى العالم، وفي اهتمام كتير جدا بيها. بس لو احنا ما استخدمناش او قعدنا نكتب باللغه المحليه، واحد مثلا نكتب باللغه المصريه او كده، لا عايزين نكتب قدر الامكان بلغه عربيه فصحى، ولغه عربيه فصحى سهل تفهمها. يعني لو حضرت اي خطبه جمعه والراجل بيتكلم بالفاظ لغه عربيه فصحى اكيد هتفهمها، مش هتلاقي اي مشاكل فيها او اي حاجات فيها مشاكل. تمام، ومهم جدا ان احنا نتعلم باللغه بتاعتنا. يعني هو حتى كنت بدرس موضوع التعليم الفنلندي بشوف ايه المزايا اللي فيه ليا انا وعشان اعلم ابني، فلقيت من ضمن الحاجات ان هم بيجيب لك مدرس متخصص في لغتك لو انت لغتك الاصل او لغتك الام مش الفنلنديه. يقول لك لا احنا محتاجينك تعرف اللغتين. يعني انا مثلا عربي، يجيب لك مدرس لغه عربيه على حساب المدرسه، التعليم هناك مجاني، يعلمك العربي. طب ما تخلي الفنلندي، لا يقول لك الفنلندي اتعلمه واتعلم العربي، معاك لغه اخرى عشان تفهم بيها وتبقى مستوعب بيها وتبقى قوي فيها. فدي من ضمن الحاجات القويه جدا ان الواحد الافضل، وده ثبت بالتجربه وثبت بان في ناس كتيره بتتعلم اللغه العربيه 100% في الدراسه بتاعتها، حتى المصطلحات بتترجم ودي من اسهل الحاجات، ومستواهم عالي جدا، ممكن يدي شويه انجليزي وخلاص ويبقى الموضوع بسيط جدا ويقدر يخش اي اختبار في امريكا او في اي دوله ويعدي فيها. طيب لو احنا بصينا على اللغه العبريه، انا درست فتره عبري فكنت مهتم بالموضوع دوت. اللغه العبريه تعتبر كانت ماتت تماما، تمام، يعني ما بقاش حد بيستخدمها نهائي. ولما جم يعملوا الدوله العبريه قال لك احنا لازم يبقى لنا لغه خاصه بيها، لازم العلوم كلها تكون بالموضوع دوت. فاليعازر ابن يهوذا ده كان مولود 1858 وتوفي 1922، هو ده اللي احيا اللغه العبريه، رغم ان هي لغه، وده كلام محايد، لغه فقيره جدا في المصطلحات بتاعتها في الكلمات، بقى لها الاف السنين ما حدش بيتكلم بيها، يعني محدش يعرفهم، مفيش هتجيبها منين؟ يعني خلاص اندثرت، كل الناس بتتكلم، اليهود كلهم بيتكلموا بلغات اخرى، كل واحد بيتكلم في اللغه اللي هو قاعد فيها. نادرا لما ما تلاقي حد كده سمع اللغه دي، هو اصر انه يحييها وقعد ينشر مقالات وعمل قاموس ابن يهوذا وعمل شغل قوي جدا عشان يحيي اللغه العبريه. لازم كل الناس تعلمها، واسس مدارس عبري. اول ما سافر اسرائيل تروح المستوطنه او يعني المحتل، المكان اللي هم بيعملوه بيسموه مستوطنات او مستعمرات بس هي يعني احتلال،
لازم تتعلم عبري ايا كان المكان اللي انت جاي فيه، لازم هي اللغه الاصليه كله هتتعلم عبري، مفيش لا انجليزي ولا فرنساوي ولا اي لغه تانية. وعندهم على فكره اللغه التانية العربي، يعني هما لما جم اصلا لقوا اللغه بتاعتهم فقيره، فبدا يلجا لاقرب لغه ليه هو اللغه الساميه، هما بيقسموا اللغات، فاللغه العربيه والعبريه لغات ساميه ولغات شريفه ومقدسه طبعا، لان العبريه نزل بها التوراه ونحن نؤمن بذلك، واحنا عندنا القرآن نزل بالعربي، فاحنا برضو بنعظمه وبنفتخر بيه. فهو خد كتير من العربي، يعني حتى ترتيب الحروف راح واخدها برضو، الابجد هوس حطي كلا وانسع فاسكرشت، وبدأ ياخد كلمات كتيرة. يعني هو بياخد بعض المصطلحات اللغة ميتة، فكلمة مثلا عربية مش موجودة هيجيبها منين، موتوسيكل مش موجود، في كلمات كتيرة جدا اختراعات وحاجات حديثة هو أصر وأصر وقال أي لغة تانية، رغم إنهم كانوا بيقولوا لغات تانية غير العبرية، قال لهم لا لازم العبري، لغة مقدسة ولازم نعتمد عليها. فإحنا عندنا اللغة العربية قوية جدا ومنتشرة وناس كتير بتعلمها وبنتكلمها في البيت، ونلجأ للغة تانية عشان نتعلم العلوم، يعني علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم بتاعة التدريس والحاجات دي كلها بتقول لازم تتعلم بلغة الأصلي، وده الأفضل، وده اللي هيخلي الناس تبدع وتعمل علم جديد أو تطور في العلم أو تضيف البصمة بتاعتها في العلم بتاعنا.